اوكي، انتوا كده شايفين السكرين عندي يا شباب؟ اه يا دكتور، ايوه يا دكتور، تمام اهو، تمام اول حاجه هنبتدي دكتور. بيها هي البروبوزال دوكيومنتس. البروبوزال دوكيومنت هو واحد من اهم الدوكيومنتس اللي الحقيقه من الاخر، يعني البروبوزال دوكيومنت ده بيبقى عاده كوميرشالي هو اللي بيجيب فلوس للشركه. يعني اي شركه في الدنيا بتبقى طرحه مناقصه، فالناس بتقدم الاطروحات بتاعتها، يعني اللي هي البروبوزلز بتاعتها، وبعدين الشركات بتقدم البروبوزلز يتقيم بناء على التقييم ده. تيجي بعد كده تقول ايه، والله هو ده فعلا الشركه دي هي المفروض تعمل العقد ده، تمام. فبالتالي البروبوزل دوكيمنت هو اهم دوكيمنت، يعني بيدخل فلوس للشركات. فلذلك في حاليا بعض الكومبانيز بتطلب حد يكتب البروبوزلز بس، يعني شغلتك ايه في الشركه؟ بكتب بروبوزلز. الجماعه البروجكت مانجرز وما هم اعلى من ذلك، هي هم دول وظيفتهم عاده في الشركات، هي كتابه البروبوزلز بطريقه بروفيشنالز. البري سيلز برضه بيتدخلوا فيه اند سو اون. طيب واضح كده اهميه البروبوزل ايه؟ انت برضه في الجرادويشن بروجكت هيبقى البروبوزل ده هو الكونتراكت اللي بيننا وبينك كجامعه وانت كطالب على انت هتعمل ايه في الجرادويشن بتاعك. واضحه كده؟ تمام يا دكتور. طيب تعالى بقى نمشي السكشنز بتاع البروبوزل. انا عارف ان انتوا عديتوا على الكلام ده في اللاب، لكن يعني انا حابب ان احنا نعدي عليه مره ثانيه سوا، خلاص، علشان ابقى متاكد ان كل حاجه فعلا مفهومه يعني. طيب اول حاجه هي الانترودكشن. الانترودكشن بتبقى عاده جمله افتتاحيه كده بتقول فيها البروجكت بتاعي هو كذا، هيتكلم عن كذا، او هيشتغل في حته ما اللي هي كذا. مثلا واحد كان بيشتغل مثلا امبارح مع النساجون الشرقيون، هيقول والله الكلاينت بتاعي كذا وهو النساجون الشرقيون وانا بحاول اعمل لهم بروجكت عشان انهم، يعني اتكلم على فيري انترودكشن، فيري لايت انترودكشن، بتفهم الناس هو ايه الدنيا يعني او انت بتعمل ايه. طيب بعد كده بتخش في سكشن اسمه باك جراوند. طيب الباك جراوند هو بيبقى عاده الجزء اللي مطلوب منك علشان تبتدي تفهم الناس هو انت شغال في انهي حته بقى بالظبط، بتحاول تعمل ايه، يعني السيستم بتاعك عباره عن ايه. طب عندنا تكنيك معروف جدا اسمه الانفيرسد كون، كويس. ما اعرفش انا هشوف انتوا شايفين الرسمه اللي انا برسمها دي. شايفين كده؟ ايوه. الانفيرسد كون ده هو عباره عن كون مقلوب، تمام. دايما بنستخدمه في الباك جراوند ان احنا نبتدي الاول نشرح المشكله الكبيره كانت ايه، وبعدين نبتدي نخش لاطار اصغر لاطار اصغر لاطار اصغر لغايه لما نوصل للباك جراوند، يعني نفهم المقدمه اللي توصلنا ليه احنا بنعمل ايه، يعني السيستم ده معمول ليه. مثلا لو انا اديت اكزامبل على رخص العربيات، كويس، فعم جاي ايه ليه؟ والله مثلا مصر فيها 30 مليون مركبه، دومين كبير مصر، مش كده؟ وبعدين قام جاي مصغر السكوب اللي هو الكون اللي وراه، والله من العربيات الملاكي اللي موجوده مثلا في مصر هم 20 مليون سياره. طيب من ال 20 مليون سياره دول فيهم تاكسي واجره ومش عارف ايه 10 مليون، فعندنا 20 مليون هو ده القطاع اللي احنا هنشتغل عليه اللي هي قطاع الرخص الملاكي فقط، تمام. يبقى انا كده طلعت من حاجه دوين كبير قوي، وعمال انزل 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 لغايه الفتفوته اللي انا هشتغل فيها، والله انا هشتغل على الحته دي. طب انا عندي قطاع الصحه في وزاره الصحه عندها مثلا التامين الصحي، عندنا التامين الصحي ده فيه 90 مليون بتاع، طب انا هشتغل على بورسعيد، طب في بورسعيد هشتغل على مستشفى واحده، فبمشي من فوق لتحت لغايه لما اوصل دي، ادي الحته بس الصغيره اللي انا هشتغل عليها. دي بنسميها الباك جراوند، تدي بس باك جراوند تفهم الناس انت بتشتغل ايه، ايه هو الهيلث انشورنس، ايه هو ترخيص السيارات، ايه هو الملاكي وايه الاجره وايه مش عارف النقل، فاهمين الفكره شكلها عامل ازاي؟ ده الباك جراوند. بعد كده بقى بروح للموتيفيشن، يا ترى انا ليه عملت السيستم ده؟ يعني السيستم ده بقى اتعمل ليه؟ ايه الموتيفيشن بتاعي اللي خلاني اعمل هذا المشروع؟ اتفضل يا استاذ احمد.
دكتور هو ده نفس الدوكمنت اللي دكتور رغده شرحته، عشان هو كان في واحد تاني اسمه سوفت وير ديزاين شاركر، هو السوفت وير بروبوزل، هو ده الدوكمنت اللي احنا بنشتغل عليه، وده اللي انت هتشتغل عليه بعد كده من هنا لغايه ما تتخرج يعني. فلازم تبقى فاهمه كويس. حلو. غير السوفت وير ديزاين اللي دكتور شرحته كان اوله حاجه تانية، كان اوله سكوب وحاجات كده. ما احنا خلينا النهارده هنعدي على دوكمنت، هنعدي على هذا الدوكمنت الجميل، وهنعدي على دوكمنت تاني اللي هو غالبا ده يعني اللي انت بتتكلم فيه. اه هو ده يا دكتور. بس يعني السؤال بس، هو احنا دلوقتي التسليمه هتبقى في انهي واحد ده ولا الثاني؟ لا انا فاكر الاول تسليمه اللي هي بتاعت يوم الخميس اللي هو مش بكره، الخميس اللي وراه، هو ده. حلو الكلام. طيب. طب معلش يا دكتور، هو كده ايه الفرق بين الموتيفيشن والباك جراوند؟ الباك جراوند زي ما قلت لك، الباك جراوند انت بتدي باك جراوند على طبيعه المشكله بتاعتك. يعني احنا بنتكلم على رخص، رخص الملاك. يعني ايه ملاكي اصلا؟ فاهم انا بتكلم في ايه؟ كلمه ملاكي هي عباره عن ايه؟ يعني ماذا تعني هذه الجمله؟ لو انا واحد اول مره بيشتغل في سيستم في حياته، كويس؟ فمش هبقى عارف هو ايه كلمه ملاك. بتديني باك جراوند، بتفهمني المصطلحات. مثلا في سنه من السنين كنا بنعمل سيستم لحاجه اسمها القسطره الكبديه لسرطان الكبد. طبعا ممكن كتير منكم ما يبقاش عارف يعني ايه قسطره كبديه، مش كده؟ او الليفر انجيوجرافي يعني. فانا هنا بدي باك جراوند لغير متخصص اللي ما يعرف. البورصه مثلا اهو حاجه سهله، او البورصه، كويس؟ ايه البورصه؟ ايه الستوك؟ يعني ايه الستوك يطلع وينزل؟ باك جراوند بتديني معلومات عامه، علشان لو انا جاي من باك جراوند مختلفه ابقى فاهم يعني ايه سهم، يعني ايه نصيب، يعني ايه مش عارف بروكر. فاهم احنا بنتكلم ده الباك جراوند. ايه بقى الموتيفيشن؟ الموتيفيشن ده هو عباره عن ايه الشالنجز اللي موجوده في النوع ده من البروبلمز، او من النوع ده من السيستمز. زي مثلا انت تيجي تقول لي والله انا كنت بطلع ريبورت كان بياخد 10 دقايق، كنت بطلع ريبورت ما كانش اكوريت، بتطلع مجموعه من الموتيفيشنز. والله مثلا في طوابير، الناس اللي بتطلع رخص طوابير طويله جدا، المواطن بياخد 3 ساعات عشان يطلع الرخصه بتاعته، دي بقى اسمها بروبلمز مش كده موتيفيشنز. يعني ايه اللي خلاك تعمل المشروع ده؟ ان كان في مشكله في الوقت، او في مشكله في الدقه. والحقيقه احنا عندنا يعني معظم الناس اللي بتعمل سيستمز بتلعب على 3 حاجات، وكررتها لكم كذا مره، يا تايم يا اكيرسي يا ريبورتنج، كويس؟ احنا دايما بنشتغل في الثلاث حاجات دول. لما بتروح لمشاريع التخرج الموضوع بيبقى مختلف شويه، بيبقى في عندنا حاجه اسمها اكاديميك موتيفيشن، لكن يعني لو بنتكلم كوميرشال الموتيفيشن هنا بيبقى دايما بيلعب في الحاجات دي، اكيرسي، تايم، ريبورتنج، موديولز معينه ما كانتش موجوده. اتفضل يا عبد الرحمن. دكتور الموتيفيشن دايما بتبقى جوانب سلبيه صح؟ بتبقى يعني دايما بروبلم. الموتيفيشن دايما بتبقى بروبلمز؟ بتبقى بروبلمز بس بنسميها كاجوال بروبلمز. افضل نوع من انواع الموتيفيشن اللي ليها سيرفيز، يعني ان انا يبقى عندي موتيفيشن. والله انا عاوز اقول مثلا ان انا هشتغل مثلا في بروبلم بتاعه لعيبه كره القدم. طب ليه انا اخترت الموتيفيشن ده؟ علشان في احصائيه بتقول لي، شايفين احصائيه كويشنير اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، ان والله دي اكتر حاجه مطلوبه في الماركت. انا مثلا هشتغل على التوصيل ما بين البقالين والكاستمرز. ليه هعمل ده؟ علشان في احصائيه بتقول لي ان كذا مرض الكورونا، فما ينفعش يبقى في احتكاك تلامس بتاع، فهو ده اللي خلاني اعمل المشروع ده. من الاخر كده موتيفيشن هو اجابه السؤال العظيم ده، ايه اللي خلاك تعمل هذا المشروع؟ وضحت يعني ايه موتيفيشن؟ ليه انت بتعمل المشروع ده؟ لو انا كوميرشال هقوم جاي لك عشان اوفر الوقت اللي المواطن بياخده عشان يعمل كذا، عشان اوفر الوقت اللي الستودنت بياخده عشان يعمل كذا، عشان اوفر وقت للمش عارف ايه، او اطلع تقرير، او يبقى الدنيا اكيوريت. واضحه كده؟ طيب ايه بقى البروبلم ديفينيشن؟ الموتيفيشنز عاده بتبقى حاجات كتير قوي. والله مثلا يعني لما تيجي اقول لك مثلا التاكسي في مصر، في مشكله في ان التاكسي في مصر غير امن، وبياخد وقت، ومش عارف ايه، وارص 10 موتيفيشنز. يعني دي كلها مشاكل موجوده في القطاع بتاع النقل العام. البروبلم ديفينيشن بيخليني اسكوب افوكس على 1 اور 2 بروبلمز اونلي، هم دول اللي احنا من اجلهم عملنا هذا السيستم.
كويس. والحقيقه طبيعه الحال يعني لما تيجي تشتغل في اي سيستم كبير مثلا هوستل، معظم الهوستلز بتبقى شغاله بسيستمز يعني ما انتش هتخترع زره، هو بيه اوريدي عندها ان شاء الله رب اكسس سيستم. فبتيجي بقى تقول في البروبلم والله طيب هم كان عندهم 10 مشاكل دي الموتيفيشنز اللي خلتنا نعمل السيستم ده للمستشفى، لكن احنا هنفوكس على مشكلتين اساسيتين واحد واثنين هم دول اللي احنا هنحاول نحلهم بقى ايا كان هم شكلهم ايه المشاكل. خلاص طيب بعد كده بتبتدي تحط حاجه اسمها بروجكت ديسكريبشن. اتفضلي يا ايه. طب يا دكتور لو احنا المشاكل كلها في الموتيفيشن وهو الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها، ساعتها تبقى نفس الكلام مكتوب في الموتيفيشن وهو المكتوب في البروبلم ديفينيشن؟ بصي يا حبيبتي، هو تاني كده نفهم الموتيفيشن فرقه ايه عن البروبلم. الموتيفيشن لماذا انت تفعل هذا المشروع، ليه انت بتعمل المشروع ده، كويس؟ فغالبا بتبقى الاجابه ايه، عشان في 10 تحديات في هذا القطاع، كلام كله فوق هاي ابستراكت. خلاص البروبلم ديفينيشن بتقول ايه بقى، طب انت هتحل من العشرة دول هتحلهم كلهم ولا هتحل اثنين منهم او ثلاثة منهم؟ لكن لو قلت ان انا هحلهم كلهم يبقى اياما بيج ماوس، يعني غالبا عمري ما هحل العشر تحديات لو انا سوبرمان يعني. فعاده كل المشاريع بتبقى في عندنا موتيفيشنز كتير قوي، مثلا البطاله في مصر حاجه ضخمه، فهنعمل مثلا ويب سايت زي وظف. طب ليه هنعمل حاجه زي وظف؟ عشان سهوله وسرعه الوصول الى السيفيهات الكويسه، ودي دي دي دي, دي. هم حاجتين اتنين دول البروبلم. طب ايه البروبلم اللي في الحته دي؟ ان مثلا سرعه الوصول الى مش عارف الى المستخدم الافضل ولا مش عارف الكانديديت الافضل، هو ده اللي انا بس عاوز افوكس عليه. فبالتالي البروبلم ديفينيشن بتحدد انا هشتغل على انهي موتيفيشن. واضحه كده يا ريم؟ تمام، شكرا يا دكتور. طيب بيجي بعد كده البروجكت ديسكريبشن، وده الحقيقه في معظم الاحيان بنستخدم صوره تفهمنا السيستم بتاعنا بيشتغل ازاي، بنسميها السيستم اوفر فيو ايمج. وعاده الصوره دي بتبقى كلاسيكال. يعني ايه كلاسيكال؟ يعني هي انبوت بروسيسنج اوتبوت، ما فيهاش فكر. يعني الانبوت جاي منين، البروسيسنج هيتعمل ازاي، الاوتبوت رايح فين، بس كده بتبقى رسمه كده بتورينا السيستم ايه على هوسبيتال. ايه الانبوت؟ تبتدي بقى من اول بيشنت بيدخل الملف الطبي عند نيرس، رسمه جينيريك. طب ايه البروسيسنج اللي بيحصل في النص؟ بيدياجنوز بيشنت، مش عارف بيميك ابوينتمنت، تيك تيك تيك، تحط كل الموديولز. طب ايه الاوتبوت؟ ريبورتات بقى وشرح. تبقى رسمه، الرسمه دي عاده بتبقى رسمه بتبيع بيها السيستم بتاعك، تشرح بيها السيستم بتاعك هو عباره عن ايه. ودي بتبقى اكتر حاجه مهمه يعني في السيستم بتاعك. طيب بعد كده بتكتب حاجه اسمها السكوب، يعني بتقول والله السيستم بتاعي مثلا مش هيكونسيدر الاتندنس بتاع الموظفين عن طريق الاي دي كارد، لكن مش هياخد الفينجر برنت. السيستم هيعمل ده ومش هيعمل ده، تحدد السكوب، الحاجات اللي السيستم هيعملها مش الحاجات، والسيستم الحاجات اللي السيستم كمان مش هيعملها. اتفضل يا دكتور. معلش، هو البروجكت ديسكريبشن الرسمه اللي حضرتك تقصدها ممكن تبقى اليوز كيس؟ ممكن تبقى اليوز كيس بس دي اضعف نوع من انواع الرسومات. يعني اضعف نوع. بص انا قلتها لك صراحه كده، لما بتيجي ترسم الجزئيه دي انت بتدور على ايه؟ البروجكت ديسكريبشن، انبوت، بروسيسنج، اوتبوت. مش هو ده الكلاسيكال سيستم اللي احنا اتعلمناه من قدام الازل؟ بروسيسنج اوت. فانت هنا بتقول اللي داخل السيستم كذا وكذا وكذا، اللي هيخش السيستم ده هيتعمل فيه ايه، هنعمل جواه ايه بقى في السيستم ده، وبعدين هيطلع لي اوتبوت شكله ايه. الاوتبوت غالبا بيبقى ريبورتات، بيبقى مش عارف حاجه بتطلع على شاشه على سكرين، يعني ايا كان بقى. طيب تمام ماشي. اوكي طيب بعد كده عندنا نازل ايدك يا ابو حميد. عندنا بعد كده البروجكت اوفر فيو، تحط بقى شويه ديتيلز على الامبلمنتيشن بتاع السيستم بتاعك. يعني مثلا هنستخدم دوت نت، هنستخدم كذا، هنستخدم ماي اس كيل، اوراكل، يعني بعض الانفورميشن. وبعدين سيكشن 3 هو اهم بقى حاجه في السيستم بتاعك، اللي هو ايه؟ اللي هو يا ترى انت الوحيد اللي عملت النوعيه دي من السيستمز ولا في بشر ثانيه عملت حاجه زي كده؟
فبتعمل حاجه اسمها سيميلر سيستم انفورميشن. تروح بقى تشوف مثلا انا بعمل سيستم لهوسبيتال، طب في الاف الهوسبيتالز في العالم بتعمل سيستمز اونلاين، وفي حاجات منها فري. فانا بتحط على قد ما تقدر ايفيدنس ان انت اتفرجت على الناس اللي عامله سيستمز عاملاها ازاي. طيب الحته دي ليه مهمه؟ لان دي بتدي مصداقيه ليك انت ككمباني او كاناليست ان انت اتفرجت على كتير من السيستمز اللي بتعمل نفس الفانكشناليتي، فانت اوير فاهم هما الناس دي بتعمل ايه. يعني مثلا انت لو شغال في سكول وجيت نسيت تعمل الترانسبورتيشن هعلقك من رجليك. ليه؟ لان اقول لك انت لو كنت بس تعبت نفسك ورحت كتبت سكول مانجمنت سيستم كنت عرفت ان في حاجه اسمها ترانسبورتيشن، مش محتاج تيجي تسالني على حاجه زي كده. فبالتالي السيميلر سيستم انفورميشن كل ما هتكتر من السيميلر سيستم انفورميشن كل ما ده معناه ان انت اتفرجت على سيستمز كتير، فبقيت ملم بالريكويرمنتس بتاعه النوعيه دي من البيزنس اللي انت بتعمل له السيستم بتاعك. اتفضل يا علي. هيك ممكن تقول البروجكت اوفر فيو تاني؟ يا عم هو البروجكت اوفر فيو هو شارح نفسه، هقول فيه ايه؟ انت بتقول السيستم بتاعك بيشتغل ازاي؟ يعني بس مفيش اكتر من كده. يعني طيب مثلا والله السيستم بتاعي بيشتغل بدوت نت ماي اس كيل اوراكل، السيستم بتاعي الانبوت بتاعه شويه مواطنين هيستخدموا بيشنتس، هيبقى الاب. يعني الرسمه اللي انت شرحتها فوق، الرسمه اللي انت حطيتها فوق تعرفها بالكلام، يعني تكتبها اذا كان ماشي. فهمت. يمنى. طب دكتور انا هثبت ازاي ان انا بصيت على سيستمز تانية؟ يعني هل انا هعمل لوجن؟ جاي لك حالا يا يمنى، هقول لك هنا بتعمل ايه. يحيى. دكتور يعني انا في السيميلر سيستم انفورميشن انا بس هلست الحاجات اللي انا شفتها في البروجكتس التانية لست وتحط، ولا هقعد اتكلم اليونيك عندي انا بقى؟ لا 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 بص يا بطل، في انا طيب احنا يعني ممكن ما تستعجلوش بقى، يعني خليكوا كده شويه كده لغايه لما نخلص الحته دي، واللي عنده سؤال يقول. خلاص طيب الحته دي هتلاقيها متقسمه ليه؟ متقسمه لسيميلر سيستم انفورميشن، سيميلر سيستم ديسكريبشن، وبعدين comparison with the proposed project with screenshots from previous systems if needed. يبقى هنا انا عندي هنا كذا سيكشن المفروض يتملي. سيكشن منه بعمل surveying ده ببص على مثلا، يعني لو انا خدت مثلا قطاع الهوسبيتال فعندي مثلا سيستم مشهور قوي اسمه شيكستا، هروح اتفرج عليه، هجيب سكرين شوتس منه، هبتدي احط المزايا اللي موجوده فيه، هبتدي احط العيوب اللي موجوده فيه، زي انه ما بيطلعش الريبورت الفلاني، ما بيطلعليش التوتال بيمنت، ما بيطلعليش كذا، ما بيطلعليش كذا، وهذكر الكلام ده واقول الفرق بينه وبينه. كويس. ده لو احنا بنتكلم على سيستمز كوميرشال، يعني بنتكلم على حاجات اللي هي الاي ار بي اللي انتوا شغالين فيها. طيب في بعض الاحيان لو انا في الجرادويشن الموضوع بيختلف شويه، لان السيميلر سيستمز في الوقت ده بتبقى مش كوميرشال ابلكيشنز، بتبقى حاجه اسمها بيبرز. كويس. البيبرز دي بتبقى عاده من حاجه زي الاي سي ام والاي تريبل اي، ويعني في وقتها لما توصلوا للجرادويشن هنتكلم فيها بالتفصيل المميز. لكن انت هنا بتعمل ثلاث حاجات. لازم تجيب السيميلر سيستم، تجيبه تفصصه، تفهم هو ليه الناس دي عملت الموتيفيشن بتاع الشغل ده. انتوا شايفين الحته اللي انا بعلمها ولا محتاجين ان انا اعملها انوتيت بطريقه افضل؟ لا شايفينها تمام. باينه يا دكتور. شايفينها. ايه البروبلم بتاعت الشغل ده؟ يعني كان ايه المشكله اللي السيستم ده بيحلها؟ حلوها ازاي؟ طب كان في ريزلتس للحاجه؟ كانوا بيطلعوا ريبورتات شكلها مختلف؟ طب ليه انت شايف ان السيميلر سيستم ده مفيد ليك؟ دي حاجات جينيريك، حاجات كده معلومات، يعني اللي هو انت المفروض لما تتفرج على اي سيستم في الدنيا تطلع منه الخمس حاجات دول. كويس. ايا كان بقى كوميرشال مش كوميرشال بتطلع منه الخمس حاجات دول. وبعدين بتبتدي تاخد سكرين شوتس وتكتب باراجراف تحت كل واحد، والله السيستم بتاع شيكستا ده كان بيطلع ريبورتات بس ناقصه كذا، السيستم بتاع كذا كان بيعمل كذا وكذا وكذا، كانت المشكله كذا، حلوها بكذا، وصلوا لكذا، لكن يعني كان ناقصه ان هو يبقى فيه فانكشناليتي. طيب في بعض الاحيان هتروح عند ناس هتلاقي عنده اصلا ديبلويد سيستم اودو مش عارف اكسس، فبتبتدي تقول والله غلط هو فعلا عنده اكسس، طب ليه الناس استخدمت الاكسس في الوقت ده؟ كان عنده موتيفيشن ان هو يعمل كذا، طب حل المشكله ازاي؟ حلها بالاكسس فورم الفلانيه، طب ايه اللي ما اتعملش عنده فانا هعمله. وبعدين بقى احسن حاجه تعملها في الاخر انت تعمل حاجه اسمها كومباريزون ويز ذا بروبوزد
similar systems. يعني كنت جاي عامل الجدول كده دول والله زي الجدول اللي احنا شفناه. ادي والله سيستم بتاع اكس وادي سيستم بتاع واي وادي السيستم بتاعي. طيب انا هايفالويت ايه؟ هايفالويت مثلا التايم، هايفالويت الريبورتات، هايفالويت الاكيرسي. قول والله الراجل ده كان حلو قوي في التايم بس كان وحش قوي في الريبورتات. الراجل ده كان حلو قوي، دي بنسميها جاب اناليسيس اللي هي الماتريكس اوف جاب اناليسيس. والله الراجل ده كان حلو قوي في دي وفي دي بس كان وحش في دي. طب انا بقى مكاني فين؟ انا هبقى حلو في ده وحلو في ده وحلو في ده. ففي الحاله دي بيبقى عندنا مصداقيه. يعني ايه مصداقيه؟ يعني الراجل ده فعلا اللي كتب البروبوزل ده اتفرج على حاجات كتير قوي عشان يعرف يكتب لنا الكلمتين دول. فبالتالي انا ككمباني لما بيقدم لي ناس كتير كل ما بتزود السيميلر سيستمز كل ما ده بيدي مصداقيه. طبعا الشركات يعني بقى بصفه عامه بيبقى اصلا عندها الكلام ده. يعني شركه مثلا اكس بيبقى دخلت في 10 مشاريع من نفس النوعيه دي، تبقى الحاجات دي كلها عندنا، احنا عملنا المشروع ده لفلان وفلان 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 وجبنا وطورنا وبتاع. الحته دي تبقى غالبا يعني كوبي وبيست بيستخدموها في كل المشاريع يعني. كويس، انت هنا هتجتهد شويه يعني. هوسبيتال هتلاقي له سيستمز، سكول هتلاقي له سيستمز، زي ما فتحنا كده بتدور بالايمج وتحط السكرين شوتس. تمام يحيى، انت عندك سؤال او حد عنده سؤال في الحته بتاعت سيميلر سيستمز دي؟ لا تمام. طيب دكتور معلش انا عندي بس سؤال في السيميلر سيستم ديسكريبشن ما فهمتهاش قوي يعني. انت هنا بتوصف السيستم. يعني انت دلوقتي رحت اتفرجتي على سيستم زي انت بتعملي السيستم بتاع ايه؟ مستشفى برضو مثلا. اسمعي تتفرج على شكيستا ويبقى والله تكتبيها بقى از ديسكريبشن، شكيستا از سيستم فور كلينيك مانجمنت. طب ايه الحته اللي ناقصه فيه؟ ان هو بيشتغل على 1 كلينيك مش على 10 كلينيكس. طب انا ده هيفيدني في ايه؟ ان انا عاوز اطور البتاع ده بحيث ان هو يبقى شغال على كذا كلينيك مش 1 كلينيك. طيب الدياجنوزيس فورم عندهم شكلها وحش قوي فانا هطورها هيبقى ليها شكل مختلف عن اللي هم عاملينه وهكذا. بوصف السيستم اللي موجود. ما هيش اصلا مش هي كده زي السيميلر سيستم انفورميشن؟ الانفورميشن هما انت ممكن يعني هنا انا بحط جنرال ديسكريبشن وبعدين هنا بحط بمسك سيستم فيهم افصصه. هنا انا بحط حاجه والله احنا عشان نعمل الاستادي دي درسنا 5 سيميلر سيستمز، الخمسه دول قيمناهم على ايه؟ قيمناهم على الكذا. طب ده معناه ايه وده معناه؟ بتكلم الاول بقول انا تقييمي للسيميلر سيستم ده كان بناء على ايه، وبعدين جدول الكومباريزون اجي احطه هنا. طب كل سيستم بقى منهم كان بيعمل ايه ويساوي ايه احطه في السيستم ديسكريبشن. تمام يا دكتور، شكرا. انت ليه اخترت شكيستا؟ هو بس شكيستا هو اللي انت هتقيميه ولا في حاجات تانية كتير جدا كتير جدا؟ فبقوم جاي حاططهم في السيميلر سيستم انفورميشن. طب يا دكتور هو في حاجه تانية مثلا فري كده زي شكيستر اخش اجرب عليها؟ سيرش مليان، ملايين هتلاقي حاجات بالهبل. بس سيرش شويه على جوجل يعني هتلاقي حاجات بالهبل. اسمه ايه يا دكتور الويب سايت؟ خش على جوجل واكتب هوسبيتال مانجمنت سيستم تلاقي حاجات بالهبل يعني. طيب بعد كده بتعمل حاجه اسمها البروجكت مانجمنت اند ديليفربلز، وهنا بتبتدي تحط التاسك بتاعتك والكوست. يعني هنا يهمنا الجزئين اللي هم 4-1 اللي هو انت بتقسم ازاي الدنيا على التيم بتاعك والبادجت محتاجه قد ايه فلوس عشان تعمل السيستم ده. يعني الجزئيه دي تحديدا هي بروجكت مانجمنت. انت هتجتهد فيها ان انت تعملها باستخدام تولز زي مايكروسوفت بروجكت. لكن يعني most probably انا ساعات لما تعملها هقول لك على شويه كومنتس. لكن انت عندك كورس كامل اسمه سوفت وير بروجكت مانجمنت هتتعلم فيه الكلام ده بالتفصيل الممل يعني. وبعد كده عندنا البادجت، يعني ازاي قدرت بتحط كوست علشان الشركات تبقى فاهمه يعني انت هتدفع فلوس قد ايه. واخر واحده بقى دي اهمه اللي هي السبورتيف دوكيومنتس. يعني مش احنا هناك كان عندنا حاجه اسمها فورم اناليسز، واحنا بنجذب الريكويرمنت عندنا حاجه اسمها فورم اناليسز قلت لك لازم تعملها، اللي هو اذن صرف نقديه، اذن دخول مخازن، اذن صرف ورديه، اذن مش عارف ايه. ده ورق او فورم او وات ايفر يعني هتصوره بقى بالموبايل، هتاخده هارد كوبي. الدوكيومنتس دي كلها بتكون جاي حاططها ورا بعضها هنا على انها صور، لان هي دي اللي بعد كده لما تروح للاناليست هيقلبها الى فورمز. فبالتالي انت محتاج تلمها
في البروبوزل. كويس. في بعض الاحيان بيبقى في مثلا كارنت داتابيز فبتاخد منها سكرين شوت، بيبقى في عندك مثلا رسمه معينه انت محتاج تتكلم عنها وهكذا. يعني بتحط هنا اي سبورت دوكيمنت هتلمها من الكاستمر، مثلا شكل الكشف مثلا في المستشفى، شكل الدياجنوزيس فورم، تاخد ورقه فيزيكال تصورها بالموبايل وتحطها هنا. كويس. طيب بعد كده في ريفرنس، لو انت عندك يعني السوفت وير او قريت بيبر مثلا او حاجه بتحطها هنا، يعني تحطها لو حد عاوز يرجع لها. تمام. دي الكومبوننتس بتاعت البروبوزال دوكيمنت. وزي ما انت شايف كده البروبوزال دوكيمنت يعني بتبقى العامل المبهر، يعني بيبقى دايما مبهر في البروبوزال سيستم حاجتين، ان انت تبقى مجمع سيميلر سيستمز كتيره، وان انت تبقى عامل سيستم اوفر فيو فيجر مبهر. لو عملت دول اعرف ان انت غالبا از ا كومباني او از ان انالست انت كده خدت البيد، يعني خلاص انت كده خدت البيد بتاعك، وفي الحاله دي انت كده بيبقى عندك فيري جود بروجكت. البروبوزال دوكيمنت هيبقى مهم جدا ليك في جرادويشن بروجكت، لما تبتدي تقدم بقى على مسابقات وتخش مسابقات وبتاع، اهو كله بيطلب منك البروبوزال، قول لي هتحل المشكله دي ازاي. كل ما هتستخدم يعني هتحط وقت في السيميلر سيستم وفي الايمج، كل ما هيبقى ده مفيد بالنسبه لك واحسن بالنسبه لك. تمام. البروبوزال حضرتك هتعمله، هتسلمه لي الخميس، مش ده الخميس اللي بعديه، على هيئه اساينمنت. هو ده كان المفروض بتاع التسليمه الاولانيه، انت هتسلمه لي على انه اساينمنت علشان تاخد عليه فيدباك وبعدين تبتدي تحسن منه، وتسلم لي بقى الاس البروبوزال والاس ار اس هتسلمهم لي هما الاثنين في اخر السنه. اتفضل عادل. دكتور هيك ممكن تنزل تحت بس في حته ما فهمتهاش او ما كتبتهاش. ايه هي؟ ايوه هي السبورتيف دوكيمنت. مالها؟ يا علي. استاذ علي. دكتور انا اسمي انا بعد حضرتك. طيب بص يا علي، هو انت شغال في السيستم بتاع ايه يا علي؟ قول مستشفى تاني مثلا ولا قول السيستم بجد؟ لا لا، اللي انت البروجكت اللي انت بتعمله هو ايه؟ انا دلوقتي بنعمل سيستم ريجستريشن. لا يا ابني، بتعمل سيستم، عم سيبك من ريجستريشن، سيستم للمستشفى؟ ماشي. طيب ممكن لحظة واحدة يا شباب، بس لحظة واحدة حميوت، لحظة واحدة. ايوه معايا شباب. طيب انت بتشتغل على مستشفى صح كده؟ السيستم بتاعنا ولا اكزامبل؟ لا لا، السيستم بتاعك عن ايه وانا هقول لك السبورت دوكيمنت شكلها عامل ازاي. اوكي، احنا السيستم بتاعنا بنعمل يعني ريجستريشن ل مركز كده بيعمل ايفنتس. ايه ده، مين قال ان انا موافق على حاجه زي كده اصلا؟ اسمع علينا، هو حاجات كتيره مش عارف اشرحها دلوقتي. طيب يعني ما علينا. كويس، انا هفترض ان احنا هنشتغل على الهوسبيتال عشان ده اكزامبل واضح وصريح، هو ده اللي في السكوب بتاعنا يعني. لو انا كتبت كده هوسبيتال مانجمنت سيستم، كويس، انتوا شايفين كده انا بعمل ايه صح؟ طيب هاجي هنا على اي واحد من دول، فهلاقي هنا في departments patient dashboard وهكذا. خلاص. طيب تعالى بقى نمسك سنتوفة زغنطوطة كده، ناخد مثلا الشاشه بتاعه الدياجنوزز. بص كده شايف المنظر يعني شكله عامل ازاي؟ patient appointment pharmacy medicine laboratory diagnosis report. طب تعالى ناخد الدياجنوزز ريبورت. انا دلوقتي انا واحد اول مره اروح مستشفى في حياتي ما اعرفش شكل الدايجنوزز ريبورت، حاول كده مثلا دنتال دايجنوزز فورم. شايف المنظر هنا شكله عامل ازاي؟ شايف الفورمه دي دكتور؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟
دي 90% بتبقى مطبوعة عند عيادة الأسنان، فباخد منها نسخة ورقية بحطها فين بقى؟ البروبوزال دوكيومنت. حلو كلام؟ طيب لو انا رحت للبون هلاقي الدياجنوزيس فورم بتاعت البون مختلفة تماما. بص شكلها انا عامل ازاي؟ كويس؟ طيب انا الحاجات دي مش انا في الاخر هترجمها الى فورمز، يعني في الاخر هترجم لفورم، والفورم دي في ديفلوبر هيعملها امبلمنتيشن. فكل ما بجمع الدوكيومنتس دي كل ما بسهل حياه الاناليست، فالاناليست يقدر يرسمها يكونفرت الفورم دي من ورق للجوي، فالجوي ده يقدر الديفلوبر يطلعه. ما انا ممكن لو انا ما عملتش اناليس الصح من البدايه وما طلعتش الدياجنوزيس فورم دي من البدايه صح، هعيد الشغل، هاجي اروح اسلم الدكتور بتاع عياده البطنه يقول لي لا حبيبي مين قال لك ان دي الفورم اللي انا عاوزها، فمين بقى ساعتها يتحمل التكلفه؟ فعشان كده احنا كان لازم يكون عندنا حاجه اسمها سبورتيف دوكيومنت. اي دوكيومنت بتلمه من الكاستمر كويس بتقوم جاي حاطه. تعالى اوريك اكزامبل بالعربي، اذن صرف نقدي او اذن صرف بضاعه. ده شكله فين لما بقى جوي؟ شايف شكله عامل ازاي؟ اي لكن هو على الورق شكله عامل ازاي؟ بص على الورق شكله عامل ازاي. فانت بتاخد النسخه اللي على الورق دي بتاخدها تحطها اذا سبورتيف دوكيومنت، وبعدين تديها بعد كده للراجل الاناليست يقلبها لك لجوي، يقلبها لك بالمنظر ده، وبعدين ديفلوبر بقى يجي يترجم ده الكود. تمام؟ اذن صرف شيك اهو، بص شوف شكله عامل ازاي. ده على ده على الورق فعلا، هتلاقيه على الورق بالمنظر ده. بص هتلاقي اشكال بقى والوان بالهبل. كويس؟ طيب ده كانه اكزامبل يعني اللي احنا بنعمله. ليه زي اذن صرف بضاعه. كويس؟ بص مثلا هتلاقي شكله شايف ده الشكل اللي فعلا بتشوفه في الحقيقه على الورق بيبقى بالمنظر ده. اظن كلكم شفتوا الحاجه بالشكل ده. ديت فاتوره اعتقد. حاجه زي يعني حاجه اذن ارتجاع، هتلاقي فيه هنا ناس عامله اشكال بقى والوان. اذن صرف البضاعه ده ليه اشكال والوان. طب انت عاوز تقلبه للبروجرام. طب لما انا كل ما هلم دوكيومنتس كتير كل ما هيديني مصداقيه ان انا قريت وبقيت فاهم انا هيمبلمنت ايه في المستقبل. يعني لما اروح بقى عند الاس ار اس اللي هو الدوكيومنت اللي ورا ده هبقى فاهم انا مجمع ماتيريال فعلا من ارض الواقع. كويس يا دكتور؟ بس حاجه هو فاضل دقيقتين بس احسن انت هيفصل فجاه. خلاص احنا غالبا انا هوقف لغايه انا مش هخش هخلي الدوكيومنت اللي بعديه عشان ما يبقاش فيه لخبطه. الدوكيومنت بتاع الاس ار اس هخليه الاسبوع الجاي. لكن يعني الموضوع لازم يبقى واضح في دماغك ان انت كل ما بتلم دوكيومنتس كتير كل ما ده بيديك مصداقيه اكتر يعني. تمام؟ يلا محمد رجولي بقى بسرعه. طب الدكتور ممكن اتندنس عشان مخطوف؟ لا مش مهم، مش عاوز. احمد محمد فهمي يلا. دكتور بعد اذنك بس كنت عايز اقول لحضرتك ان انا ما كنتش في جروب تمام في البروجكت، بس دخلت في جروب من قريب. املى الفورم مره ثانيه مفيش مشكله، املى الفورم مره ثانيه. علي تمام؟ لا نسيت انزل ايدي. نزل ايدك يا حبيبي. خلاص طيب انا هحاول ابلود بقى التو دوكيومنتس دول. دكتور احنا ممكن نكتب الاتندنس في الشات وحضرتك ممكن تاخده في الوقت يعني. مش عاوز اتندنس خلاص، انا خدته الصبح كفايه. مش عاوز، انت عاوز تاخد اتندنس لنفسك اتس اوكي برده مفيش مشكله يعني. اه دكتور انا جروب بتاع الساعه 8 بس الشات بتاع الصبح انا وقت ما كان